ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. قال لهم صعب هذا، أنا أعرف أنه صعب أن تصعدون هالصعدة، صعب عليكم هالصعود، لكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد، ساعدوني بشيء من الورع، مو بس تلوح لك أموال هرولت إليها. تفكر هاي شنو هي، حلال حرام، أكو بيها شبهة، مو هي راح تنعكس على بيتك على أبنائك. ولد المرء من رزقه، عائلتك إذا أكلوا من الحرام فذولا ما يغنون عنك من الله شيء، بكرة يأخذون ما جمعته يأكلون هنيئا مريئا وانت تتحمل وزره. لا، كن شوية، كن يقظ، كن عندك شيء من الورع. أخت إلى بشر الحافي، طبت على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قالت لي ابن رسول الله أنا واقع في مشكلة. قالها ما الخبر؟ قالت لي العشش يمرون بنا ليلة، العشش دول الحراش يمرون بنا بالليل شايلين المشاعل وأنا أغزل ملابسي، أغزلها، أغزل على ضوء مشاعلهم، إش كم خيط أغزلها، يشغل الانتفاع بها الضوء اللي هم مارين به عرضا يوبي شبهة حتى أمتنع عنه. أما الفد نمط من السلوك المهذب الواعي اللي يشعر بالمسؤولية، تقول له أنا ما أعرف أن هذا الخيط اللي راح أنسجه وألبسه يشغلي أو ما يشغلي. الإسلام الواقع يدرس يعني يغرس بالشعور هالحساسية حتى الإنسان يكون عنده لون من الورع، يتورع عن أموال الغير، لا يمد يده إلى أموال الغير. الورع عن محارم الله أعم من أن يكون ورع عن مال أو ورع عن ممارسة من الممارسات التي نهى الله عز وجل عنها. الإمام يقول أنتم ما تقدرون، زين، لكن أعينوني بورع ليكن عندكم الورع، ورع واجتهاد. الاجتهاد شنو؟ الاجتهاد يعني قدر الإمكان، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تجتهد قدر إمكانك في أن تبتعد عن الحرام وأن تسلك الحلال. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.